من ساعة بالظبط خرج أحمد موسى على صفحته الشخصية وسأل السؤال، أو على قناة البرنامج بتاعه على قناة صدى البلد، برنامج على مسؤوليتي، وسأل السؤال ده، سؤال للسادة المشاهدين: لو كان الرئيس مدني كان هيعمل إيه دلوقتي؟ يقصد أحمد موسى، لو الرئيس مدني في ظل اللي بيحصل الآن في غزة وغيره، كان الرئيس المدني الغلبان الكيوتي اللي مش فاهم أي حاجة وما بيعرفش يعني إيه سياسة، ولا يعرف يعني إيه اقتصاد، ولا يعرف يعني إيه دولة، ولا يعرف يعني إيه عسكر، كان الرئيس ده هيعمل إيه؟ بعيدا عن ان احمد موسى السؤال بتاعه ده اعترافا ضمنيا بان عبد الفتاح السيسي ده عسكري، وان الحكم عسكري، وده مش محتاج ان احنا نعرفه لان لا يعرف الماء بالماء، الا ان احمد موسى سأل لو كان الرئيس مدني كان هيعمل ايه؟ كان هيعمل كده زي محمد مرسي في 2012: يا احمد يا موسى، لن يكون لهم ابدا سلطان على اهل غزة، لن نترك غزة وحدها. أقول لهم إن مصر اليوم مختلفة تماما عن مصر الأمس. وقتها بعد كلمة غزة ليست وحدها، ساعتين بالظبط كانت كل اللي بيحصل خلص. أما لما هو رئيس عسكري يا أحمد يا موسى، احنا داخلين في 24 يوم 10,000 واحد وزيادة من إخواتنا وحبايبنا عند ربهم بأمر الله عز وجل يرزقون. ده يا أحمد يا موسى الفرق ما بين الرئيس المدني وبين الرئيس العسكري. الرئيس العسكري في 2008 أيام مبارك فضل اللي بيحصل في غزة ده مسافة طويلة، مبارك ما تحركش لما كان رئيس عسكري. الرئيس العسكري عبد الفتاح السيسي مرة واتنين في 2014 دخلت إسرائيل القطاع، الرئيس العسكري عبد الفتاح السيسي كان بيقول مسافة السكة، ما عملش حاجة. في 2023 ادي اللي بيحصل اهو، 24 يوم الرئيس العسكري عمل ايه يا احمد يا موسى؟ ده جزء من الرد. احب اقول لك يا احمد يا موسى، لو كان مصر بيحكمها الان رئيس مدني، ما كانش حصل 3 مرات للطيران الاسرائيلي، مره في برج المراقبه، ومره في طابه، ومره في نويبع يا احمد يا موسى. ده لو كان الرئيس اللي بيحكم مصر مدني، ما كانش ده هيحصل. لو الرئيس اللي بيحكم مصر مدني، ما كناش هندي لاسرائيل 15 مليار دولار عشان نجيب منهم غاز مصري اصلا واخدينه مننا، والنهارده اسرائيل بتمنع الغاز عن مصر، فمصر بتقطع الكهرباء عن الشعب المصري عشان ما فيش غاز. لو كان الرئيس مدني يا احمد يا موسى، ما كانش عمل كده. لو كان الرئيس مدني يا احمد يا موسى، ما كانش راح عمل اتفاقيه تقسيم المياه الاقليميه في البحر المتوسط مع قبرص، علشان اسرائيل ينفع تصدر الغاز بتاعها الى قبرص ثم الى اوروبا. ما لو كان الرئيس مدني ما كانش عمل كده، وخرجنا احنا بره اللعبه باعتراف النائب سمير غطاس مع عمرو اديب يا احمد يا موسى. لو كان الرئيس مدني ما كانش عمل كده، لو كان الرئيس مدني ما كانش سمح لحفتر يدعم حميدتي لما اخذ جنودنا، رغم ان السيسي كان بيدعم حفتر اناء الليل واطراف النهار لغايه اللحظه دي. لو كان الرئيس مدني يا احمد يا موسى، ما كانش اثيوبيا ازيد من 50 جلسه مفاوضات اثيوبيا تنفض لك فيهم وتقول لك من المنقي يا خيار، وعملت سد النهضه وانتهت وخلصت. لو كان الرئيس مدني، ما كانش اثيوبيا عملت كده يا احمد يا موسى. لو كان الرئيس مدني، ما كانش الدولار بقى دلوقتي ب 50 جنيه في السوق الموازيه وب 31 وسعر غير رسمي في البنك المركزي. لو كان الرئيس مدني يا احمد يا موسى، ما كناش بعنا شركات البلد ولا مصانع البلد، ولا كان الشعب الان مش لاقي البصله. لو كان الرئيس مدني، ما كانش اتطبقت المقوله المصريه بتاعه ده الجنيه ده ما يسواش بصله، اهو بقى فعلا ما يسواش بصله. لو كان الرئيس مدني يا احمد يا موسى، ما كانش الشعب المصري انقسم هذا الانقسام اللي احنا بنشوفه الان. لو كان الرئيس مدني وراجل دارس هندسه والكلام ده، ما كانش راح فكر في بناء الكباري والكباري والكباري والمدن الخرسانيه ونس الاقتصاد والمصانع والشركات والكلام ده كله. لو كان الرئيس مدني، ما كانش سمح لواحد من زي ابن سلمان او ابن زايد يعاملنا المعامله اللي بيعاملوها لنا الان وبيعاملوها للسيسي، واحد يطلعه على المسرح والتاني يسقع له ما يقابلوش. لو كان الرئيس مدني، ما كانش مصر عاشت اللي احنا بنشوفه الان. ده ردي على سؤال احمد موسى اللي بيقول لك تخيلوا بقى لو كان الرئيس مدني كان عمل ايه، على اعتبار ان السيسي ده حامل حمى، على اعتبار ان السيسي ده بورا، على اعتبار ان السيسي ده الراجل بص اللي مفيش بعد كده. ده احنا 3 مرات بقول لك طابه ونويبع وبرج المراقبه في عهد مرسي ما حصل، نتنياهو لم يتخطى خطوه في عهد مرسي، بل بالعكس في 2012 مرسي كلم اوباما بعد ساعه بالظبط كل اللي بيحصل في غزه كان توقف، والطائرات رجعت للمطار وما كانش في اي كأن شيء ما حصلش اصلا. ده لما كان الرئيس مدني. اما لما الرئيس عسكري يخرج يقول لك سلامه وامن وسلامه المواطن الاسرائيلي،
جنبا الى جنب مع امن وسلامه المواطن الاسرائيلي، لما الرئيس عسكري من 10 سنوات عامل اغلاق كامل على القطاع، ولا داخل ولا خارج ولا الهوا. عشان كده اخواتنا بيعيشوا الوضع اللي بيعيشوه الان. لو كان الرئيس مدني يا احمد يا موسى، ما كانش الشعب المصري الان بيعيش فرط الانجازات بقطع التيار الكهربائي، بيعيش فرط الانجازات في ارتفاع الرز. لو كان الرئيس مدني ما كانش واحد جرؤ يطلع يقول له كل ورق شجر. لو كان الرئيس مدني ما كانش يقدر يقول لشعب باكمله 105 مليون بطلوا هري. لو كان الرئيس مدني ما كانش الشعب المصري الان يخرج لواحد زي تامر امين يقول له ما رايك ان نعمل زي الصين في الحاجات اللي بياكلوها. لو كان الرئيس مدني ما كانش النهارده الشعب بقاله في اسر مصريه عديده في طول مصر بعرضها من رمضان ما يعرفوش يعني ايه طبق في حتة لحمة، في أسر مصرية بالملايين ما يعرفوش يعني ايه ورك فرخة، في أسر مصرية بالملايين ما يعرفوش يعني ايه بيضة. علشان الرئيس لو كان رئيس مدني ما كانتش البيضة الآن بخمسة وستة جنيه ومش موجودة. لو كان الرئيس مدني يا أحمد يا موسى ما كانش مصر وصلت للي وصلت له. لو كان الرئيس مدني ما كانش مصر يتم تخطيها وتروح الآن إسرائيل وأمريكا بتتفق على تخليص الأمور، ورئيس المخابرات الإسرائيلي موجود في قطر ومصر مش موجودة، وراح الإمارات ومصر مش موجودة، وراح السعودية ومصر مش موجودة. لو كان الرئيس مدني كان حصل نفس اللي حصل في 2012 لما وزير الخارجية أول دولة زارها كانت مصر بسبب اللي بيحصل في غزة. أما الآن بلينكن وزير الخارجية بتاع بايدن الوزير الخارجية الأمريكي زار السعودية ثم الأردن ثم الإمارات ثم قطر ثم مصر. لو كان الرئيس مدني ما كانش حصل لمصر اللي حصل لها ده. لو كان الرئيس مدني ما كناش بعنا طيران وصنافير، يقوم تاني يوم من بيع طيران وصنافير السعودية الإمارات الشقيقة لإسرائيل تروح تعمل اتفاقية تطبيع، وبعد منها ب 72 ساعة تعمل اتفاقية ممر ملاحي في البحر الأحمر، فيبقى مضيق طيران أصبح ممرا دوليا وقناة السويس نايمة. لو كان الرئيس مدني ما كانش ده حصل. لو كان الرئيس مدني ما كانش الأسر المصرية الآن بتعيش مش لاقية اللضا حرفيا. لو كان الرئيس مدني ما كانش مصر وصلت للي وصلته بحجم استدانة ما حصلش في تاريخ مصر، أزيد من 500 مليار دولار. لو كان الرئيس مدني ما كانش مصر وصلت للي وصلت له، لان كان هيبقى فيه مجلس نواب مدني يستدعي الرئيس المدني ويسأله باسم المدنيين والشعب مصر وصلت لفين. لو كان في رئيس مدني ما كانش طلع حجة، اصل اللي بيحصل في روسيا واوكرانيا اثر على الاقتصاد المصري. لو كان في رئيس مدني ما كانش قال لهم معلش اصل في كويكب بيتخانق مع كويكب فأثر مع الاقتصاد المصري. أي راجل وزوجته بيتخانقوا في أمريكا مصر بتطلع بيان إن هذا يؤثر على الاقتصاد المصري. ليه؟ علشان اقتصاد هش، اقتصاد 10 سنوات بنية على الفناكيش، فكانت النتيجة الآن أي اتنين بيعملوا نوش مع بعض الاقتصاد المصري راح عامل كده كده ما يقدرش يتحكم. ليه؟ لأن بيحكمك واحد قالك ما تسمعوش كلام حد غيري. ده ردي أو ده جزء من الرد على احمد موسى اللي بيقول لك ماذا لو كان بيحكم مصر مدني في الوضع الاقليمي واللي بتعيشه مصر. سلام عليكم.